دار الأوبرا إلى مدينة السلمية بريف حماة، حيث يبدع أبناؤها في كل المجالات من خلال مشاركة الفنان المتألق أحسان خضور بمهرجان أغنية الطفل الخامس، ليحصد الجائزة الأولى كأفضل لحن في المهرجان. الحفل تضمن أغنية أمل أن نحيا بسلام، غنتها الطفلة بإحساسها الرائع ألمى أحسان خضور، وهي من كلمات الشاعر أحمد خنسة، وهذه رابع جائزة أفضل لحن يحصل عليها الملحن أحسان خضور. بهالمهرجانات الحمد لله انه عم نحقق الجوائز الاولى وعم نكون ملفتين للانتباه وعم نقدم اغاني فيها رساله لكل الاطفال. الموسيقى هي اهم شيء للاطفال، اول شيء بتنمي لهم ذكائهم، بتنمي لهم موهبتهم، وبدل ما الطفل يضيع وقته باي شيء بيضيع وقته بموسيقى بشيء نافع له. رسالتي لكل طفل ولكل اطفال بلدي هي سوريا انه يحاولوا يعيشوا بعيد عن هالظروف وهن هيك، ويقدموا افضل ما عندهم، كان موسيقى، كان أدب، كان شعر، أي شيء. المهرجانات تستمر بإظهار المبدعين والمتميزين في المجال الفني حتى تكون الأغنية السورية رسالة سلام ومحبة من أرض الأورنينا إلى كل العالم.